ما هي آثارك؟ يقول الحق تبارك وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ونكتب ما قدموا وآثارهم وآثارهم. الله أكبر. إنه عمر ثاني يكتب لك أخي بعد مماتك. لا بل أعمار مديدة تمتد لك بعد وفاتك، ربما سنة وربما 10 سنوات وأنت في قبرك، وربما 100 سنة وربما 100 سنين. والسؤال المهم: بماذا ستعمر هذه السنين الطويلة وأنت في قبرك قد أصبحت في عداد الموتى؟ هل فكرت بهذا؟ إنها الآثار، إنها الآثار أخي الكريم. نعم، إنها آثارك، إنها الأعمال التي سرت بعد مماتك وكنت أنت سببا فيها، فإنها تجري لك وأنت مرتهن في قبرك. أيها المبارك، أيتها المباركة، الناس بعد مماتهم على أحوال. قسم من الناس يموت ويموت معه عمله وينقطع أثره، وقسم من الناس يموت ببدنه ويبقى أثره، ونكتب ما قدموا وآثارهم. والسؤال مرة أخرى: ما هو أثرك الذي سيجري لك بعد موتك؟ هل سيكون أثرا طيبا فتجري لك حسناته، أم سيكون أثرا خبيثا والعياذ بالله فتصب عليك سيئاته؟ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. لك أن تتخيل فضل معلم علم طفلا القراءة والكتابة، ولقنه فاتحة الكتاب، وعلمه مبادئ دين الإسلام، فكم سيجري له من الحسنات على يد هذا الطفل في حال صغره بل وفي كبره. فإذا صلى صلاة كان له مثل أجره، وإذا